انا ارسلت النهارده هامه وخطيره. احنا ليه يا جماعه بنعمل التكنولوجيا كده؟ ليه بنقول موبايل سامسونج؟ ليه بنقول سامسونج؟ وليه بنقول عده؟ ليه بنقول موبايل عده؟ طيب ليه واحد يجي يقول لي انا هكلمك على الفايبر او هكلمك على الواتساب؟ ليه واتساب؟ طب انا واحد جه قال لي انا هعمل لك طلب اضافه على الفيس وانت عامل لي قبول، طب ده انا اقبله ازاي؟ يعني ده انا لما اعمل له قبول اكيد هيعمل لي اعجاب على الصوره بتاعتي واعملها بقى مشاركه، فبعد ما اعملها مشاركه فانا اتبسط فانا اعمل له نجز، هو هيستفاد ايه لما انا انكزه؟ يعني هو قابل على نفسه ان هو بقى واحد منكوز وهيبص في وشي ازاي بعد كده لما انا انكزه؟ يعني النجزه دي نجز، ليه بنقول نجز واعجاب ومشاركه وطلب اضافه وصوره الغلاف وليه بنسمي نفسنا على الفيس فارس بلا جواد ومسافر بالعنوان والقطه المشاكسه والورده الكبلانه ليه بنقول انستجرام؟ مفيش حاجه اسمها انستجرام، هتستفاد ايه لما تقول انستجرام؟ يا جماعه تقول لا في التكنولوجيا يا جماعه.